ذات طابع اجتماعي ارتباطا بفئات يعني مهنيه كانت تعاني الشيء الكثير على مستوى مثلا التغطيه الصحيه ونظام التقاعد وكذلك على مستوى يعني بعض من الحقوق الاجتماعيه اللي كيحاول المنظومه اللي منها هذا النظام المساهمه المهنيه الموحده انها تعالجها. دونك غنحاول ندير لكم واحد المقارنه بسيطه ما بين النظام ديال ربح الجزافي اللي كان وما بين المساهمه المهنيه الموحده اللي جدا. في النظام ديال ربح الجزافي في الفورفي كانت الضريبه كتحسب على اساس المعاملات مع وجوب تطبيق حد ادنى في جميع الاحوال، خدام ما خدامش كتبقى نفس الضريبه اللي تسمى الحد الادنى، وهذا الحد الادنى مبني على القيمه الكرائيه ديال المحل. خوتي المساهمه المهنيه الموحده ما بقاتش، الملزم هو سيد الاقرار ديالو، ما خدامش راه ما خدامش. طيب قالت الواجب التكميلي ديال لاسانيسيس خلاص. وتحيد اللوائح، كنحيدوا منها الناس اللي راهم عندهم خاضعين لنظام التغطيه الصحيه مستقر. وكيبقاو غير الناس اللي راهم غيبقاو في السيتي. ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بعد كيرسل دعوه للمهنيين الخاضعين، يعني الناس اللي بقاو خاضعين كنصيفطو لهم او كنعيطو لهم في التليفونات ديالهم ولا كنصيفطو لهم رسائل نصيه من اجل دعوتهم لتعديل التسجيل ديالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر بوابتين اللي غادي نصيفطو من خلالها رقم سري لكل واحد من المستفيدين عن طريق رقم سري وغادي يدخل البوابه الالكترونيه وغادي يقوم بالتصريح بالزوجة او الازواج والابن او الابناء وغادي يسكاني الوثائق الثبوتيه. سي كيفاش ولينا كنخلصوا اكثر؟ راه شرح لكم السيد رئيس المصلحه ديال الضرائب ولا حتى الزياده ديال العش وهي ذاك التكميل اللي داروا ديال الضمان الاجتماعي هذه هي الزياده اللي غتزاد عليها اللي هي شناهي؟ الاغلبيه ديال الصنوع الحرفيه راه ما كانوش كيخلصوا راه مشكلوا باقي لانه كاين كلهم ديال الجزائر يعني اللي غتزاد من 1200 درهم اللي هي 100 درهم على كل شهر هذه هي الزياده اللي كيقول لكم ودي تزاد علينا هذه السنه هذه الزياده علاش؟ هذه خاصه بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه. من بين التوصيات اللي خرجت في اللقاء هو المطالبه بتكوين الموظفين على صعيد كل المرحله وتمت مراسله في هذا الشهر من طرف السيد رئيس الغرفه الجهويه على اساس استفاد الموظفين يعني خلال هذه المده كلها كاين التصاريح في 31 مارس. قبل ما تصدوا به المدراء اللي قدموا لنا دابا التوضيحات على حول البرنامج يعني صراحه الا تصمتوا جميع الاخوان باب بواحد معاون في هذا الشيء اللي قالوا الاخوان راه ما كاينش شي واحد يعني لا يختلف اثنان على انه شي واحد غادي يعارض البرنامج بكل صراحه. بشكل كبير فالتوضيح اللي قام به الاخوان المصالح كان شافي وكافي يعطينا واحد التحفيز اكبر اننا الحمد لله نخرطوا في هذا المشروع. عارف راه نفس الشرط تقطع بهذا المفهوم هذا سيد عامر انا باش انا نوصل لك المشاكل اللي كيعينوها اما ندخل في المشاكل اللي هي المسائل اللي هي تقنيه يعني كاين بزاف ما يتقال في هذا الشيء باش نناقش هذا كثير لان هذا حوار حوار خصو حوار كبير ما خصوش شي وقت ضيق ولا ساعه ولا ساعتين ولا ساعه ولا ثلاث دقائق ولا شي دقيق باش انا نفسروا الامور هذه هذا الشيء كيفيه بزاف ديال الامور اللي هي تقنيه تاخذ منا ساعات ممكن نبقاو هنا حتى الصباح وانا كنفسروا في هذه المواضيع هذه وهي الدستور المغربي الذي ينص في فصل 52 على ان المقاربه التشاركيه هي آلية للاشتغال في جميع القوانين. كان المشكل السيد العامل مطروح عند قطاع ديال التجار والصناعة التقليدية والحرفيين اللي تقريبا أغلبية الممثلين ديالهم موجودين معنا في هذا الاجتماع هو طريقة إنزال هذا القانون ديال الحماية الاجتماعية. غموض كبير سعادة العامل. أنا حيد واحد الغموض غموض كبير كيحيدوا لينا دابا. حنا لا يختلفوا اثنان. على ان هذه المبادره وطنيه وهذا الوشر الكبير اللي داروه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله انه غادي يمشي لينا بالبلاد البعيد بكل صراحه وكما قلتي واحد النقطه قلتي واش 100 درهم غادي تقدنا في التغطيه الصحيه 100 درهم تقدنا حتى في الترونسبور لابد حتى الترونسبور ما تقدناش فيه الصناعه التقليديه واش الصناعه باش هما يعطيو واحد الطرف
ولا رب العمل يعطيك خلف، ما رب العمل الناس يقول لي ميمكنش يعطيه 1200 على كل صانع، ولا كان تعصى 1200 راه ما غاديش يمكن. وحنا هاد الخدمه راه كما تعرف الجميع حنا ما بقينا ما بعنا ما سرينا. هو انه الصناع كاين فئات، كاين الناس اللي شونغيت لا نديرو بحال الناس اللي حاس لي كما كنسموا حي صناعي مش حي صناعي، كاين الناس اللي في الجنوب يعني كل بلاصه وعندها ثمن ديال الكراء ديال المختلف، كاين الناس اللي كيقاب ب 300 درهم، كاين الناس اللي كيقاب ب 1500 درهم. لا سينيسيس ما كانش كيتعوض، كتقول لك لما غادي يكون ما كنعوضوش، في غادي يكون بلاصه اخرى بحال. اذا استبشروا خير، والله اقسم لك بالله العلي العظيم انا كنحس براسي على المغرب غيكون حسن من السويد وفرنسا بهذه المدينه الطيبه. وحنا خصنا كما قلت نزيرو الشوائب والمعيقات، حنا راه كنعتبرو روسنا لو 53 ولا 54 غادي يفوتو الاول، كنت نزلو المشعل بقى اجيال وراه مزيده، والمغرب ان شاء الله زي الانوار مشرقه في وجه مستقبل المغرب بقياده صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وهذوك حوادث الشغل خممنا خممنا حنا الغرفه وعيطنا للصناع باش درنا واحد الجمعيه باش هذوك النجار يعاودوا يستافدوا من التأمين، راه غير 300 درهم درنا في السنه، وباش تستافدوا وباش القطاع بقى غادي مزيان اننا الاشكال اللي كاين والسؤال سيد عمر العارف القطاع ديال الصحه في المغرب كامل واش عنده القدرة على تحمل هذا التنزيل ديال هذا الوجه وبالاخص من ديال الاسود. المشروع صراحة نشكر ثانيا نشكر صاحب الجلالة نصر الله، بعد ما كنا كما قال الاخ زهير كنا كنديروا طبايلة كنجمعوا الاخوان كيما شي واحد كنديروا طبايلة ونجمعوا لعاب الصائح في بلادنا، هذا شيء يعز في النفس. والان كنا باقي اللي عنده طاقسي واحد، تنقول سيد المدير ضريبا ان طاقسي واحد لا دارو راه يرجع الطبله، فاذا بهم الاحسن ام احسن يدير طاقسي جوج ويخدم مع الناس. انا خدامه معايا تقريبا واحد 12 واحد و 14 واحد، وام احسن ندير طاقسي ونمي المشروع ديالي ولا نمشي نساوي نمشي نصب على عباد الله وندير نمشي نكريسي وشنو. وشكرا سيد العام. ماشي بزاف انا موراك شويه كما قالوا لي خويا ديال الضرائب والناس ديال صندوق الضمان الاجتماعي والساده المديرين الاقليميين راه عثرنا على جوج اعتبارات معينه، راه مستعدين هما مخلصين ومجندين باش يشرحوا لكم باش يوضحوا لكم باش يوضحوا معكم باش يفهموا كل شيء عندكم، هما خدامين عندكم شيفو تقول لهم مني وجبت انا براسي راني كنتخلص هذه المطاف انا هنا باش نخدمكم باش نوضحوا لكم ونوقفوا معكم ونرافقوكم حتى تفهموا حتى الامور تيسر. اذا اللي كنطلب اللي كنطلب بالساده المديرين هو يكون عندهم سعه الصبر ويتقبلوا كل شيء، لان ماشي كل شيء فاهم. اوكي كما شفت في بعض التدخلات اللي بعض المسائل هو هذاك السيد تتبان ليه كيجبد شي حاجه كبيره والمدير عندك شي بسيط جدا، ولكن محترمه هو هذاك الشيء اللي كان مخلق ليه مشكل خصو يفهم. بالتالي اللي كنطلب منكم منهم هو انه يبقى هذا المجال ديال الحوار وهذا المجال ديال التواصل القائم، وجو راكم شفتوا كاملين هنايا كما قلت قبيله بارفوا في المره خصك حاله بحاله كبر كبر باش الناس يفهموا ومن خلالهم يفهموا بقيه يعني الشرائح والفئات المستهدفه. المسألة التالية هي أنه الآن كنقول لك أحب البلاد راه ضروري ما نتلاحوا في هذا الشيء، لأن إذا ما تلاقيناش هذا الوقت هذا الإخوان في هذا الظرف هذا اللي كل شيء شايف الوضعية اللي شي ما يعجبش ليا واحد راه ماشي بحال شي ولا على بلادنا وعلى الواقع ديالنا، احنا عايشين معكم يوميا راه حاسين بكم، حاسين بالدارج حاسين بالحلاق اللي قال السيد ما خدامش حاسين بالطاكسي وبالشيافة وهذا، كان واخا شي واحدين كاع مسكين فقدوا النظر كما قال ياك في واخا شي فور كبر فقد النظر. بين شكون غيقف يدي شكون غيمشي معاه شكون غيقول شكون غيكشر، هذا هي مثال انا كنهضر على جميع الفئات، ولكن نكونوا واعيين بشي امور اللي هي في الواقع كتشعل انه هذه
يعني قدر يكون لكم عمل جريء هذا الشيء اللي كان خصنا نخافوا فيه بكل ما وجدنا من قوه وخاص هذا الشيء الجاي. وكما قال شي اخر هنايا في التدخل ما كنخدموش اليوم ما كنخدموش لهذا العام كنخدموا لبلادنا وبلادنا فيها الماضي والحاضر والمستقبل. بغينا هذا الصح هذه البلاد كما هي كوية تزيد تقوى هذا هو اللي بغيناه وبرك الطاقه تقوى باش بكم بكم باش تقوى معي. نرجو الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله.